6 ل 8 مره النهارده. المسلز اوف ذا بانكس 6 عضلات، 3 اسمهم كونستريكتورز و3 اسمهم نون كونستريكتورز. حلوه اللعبه دي. يبقى هقول كام كونستريكتور؟ 3 كونستريكتورز. يبقى لما احب اعمل ايتم كبير كده للبانكس هقول ان في 6 او 6 عضلات متقسمين الى حاجتين، 3 كونستريكتورز و3 ايه؟ نون كونستريكتورز. الكونستريكتورز هسميهم كالاتي: واحده فوق اسمها سوبيريو كونستريكتور، واحده في النص اسمها ميدل كونستريكتور، واحده تحت اسمها ايه؟ انفيريو كونستريكتور. يبقى كام مصل لحد دلوقتي؟ 3 كونستريكتور. امال اسماء الثلاثه نون كونستريكتور هم ايه؟ الثلاثه نون كونستريكتور دول بادئين بعظمه ومنتهيين في الفارنكس، عشان كده الثلاثه هتلاقوا فيهم كلمه فارنجيس. والثلاث عضلات اللي طالعين منهم اس ال اس. ايه ده؟ ماشي يا جماعه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ واحده اسمها ستايلو فارنجيس من الستايلويد بروسيس، واحده اسمها عرفتوا كده اسمها اس بي اس، وثانيه اسمها بلاتو فارنجيس من البلات الفارنكس، واحده ثانيه اسمها من التيوب، وتيوب يعني سالبينكس. سالبينجيو فارنجيس من التيوب لمين؟ للفارنكس. انا قلت ثلاث حاجات لحد دلوقتي طالعين من التيوب، جمعوا اثنين بلاتاي لبيتر وتنسر، وواحده اسمها بقى ايه؟ سالبينجيو فارنجيس. فاكرين يا جماعه؟ ام اي يعني ايه ام اي؟ ايه ام اي دي؟ سوبيريو كونستريكتور. انا حتى على فكره مش عارف يعني ايه ام اي دول. ايه اللي جابها دي؟ ما علينا، ده واحد عنده ميتور مايكوبل انفكشن. ما علينا. سوبيريو وميدل وانفيريو كونستريكتور. ممكن يكون عارف اس ام اي، ما ممكن اس ام اي سوبيريو وميدل وانفيريو كونستريكتور. ماشي. بعد كده التانيين اسمهم ايه؟ اس بي اس. من عظم يعني بديل في عظم ومنتهي في الفارنكس. يبقى مين عظمه ستايلويد بروسيس؟ يبقى ستايلو فارنجيس. بي بلات يبقى بلات فارنجيس. اس يبقى تيوب اسمها مين؟ سالبنت اللي هي تيوب سالبنجيو فارنجيس. اعرف الاتصالات دي سهله قوي هتسهل عليك. يبقى لو قلت لك حد يعني يعرف يقول لي ست عضلات بتوع الفارنكس هيقول لي ده ثلاثه كونستريكتورز وثلاثه نون كونستريكتورز. الثلاثه كونستريكتورز سوبيريو وميدل وانفيريو كونستريكتورز. الثلاثه نون بعدين بعض اس بي اس سالبنجيو بلاتو ستايلو فارنجيس. تمام يا جماعه؟ طيب اخلص بقى كمان تجميعه للايه؟ للنيرف سبلاي بتاعهم. كلهم بمين؟ فارنجيال بلاشو فيجس لو كان الاكسسوري ما عدا واحده بس. لو واحده بس حد يفتكر كده من دول مين؟ واحده اسمها ستايلو فارنجيس. ستايلو فارنجيس دي ماشيه على النرف بتاعها بتحبه وحافظ، هو محافظ عليها وهي محافظه عليه، ماشيين مع بعض في كل حته، والناس بحالها عارفه بيهم، عارفين هم ماشيين فين، وفي الجبل اللي هم بيروحوا فيها فين، تعرفها كده في الفارنس. هم بيحبوهم في بعض ماشيين مع بعض، وهو يعني راجل يعني محترم جدا، فضل نهايه الحياه وقال انا مش هغذي غيرها في حياتي. اللي هي مين بقى؟ ستايل فرنجس والجروس فرنجيال هيرب. الجروس فرنجيال هيرب ما غذيش غيرها. يبقى حلو كده حبات يا جماعه؟ يبقى كلهم ايه؟ طيب وصلت الصوره ولا لا؟ تعالوا نقعد التفاصيل بتاعتهم بقى. الكونستريكتورز دول فيهم مجموعه حاجات كده لازم تبقوا عارفينها يا جماعه. هفكركم بس كده. مين ده؟ انا عايز اعد العظم والكارتج اللي في نص القلب. مين العظمه دي؟ المادول صح؟ في المادول من جوه كده في لاين. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ مايلو هايوريك لاين. وفي ريتش كمان مايلو هايد ريتش. بس خلي احنا عندنا ايه؟ ما بيقول فيه ريتش اسمه مايلو هايد ريتش. فوق في السكان نازل حاجه اسمها فاكرين تريبيل بليت؟ فاكرينه؟ كان في عندي ميديا ولاخر تريبيل بليت. الميديا تريبيل بليت كان نازل منه دبوسه كده شوكه كده. فاكرينها؟ ده مين يا جماعه؟ ده الميديا تريبيل بليت. كان نازل منه شوكه تحت كده اسمها ايه؟ تريجويد هاميلس. اسمه ايه يا جماعه؟ تريجويد ايه؟ هاميلس. عمال هو اسمه على بعض اسمه ايه؟ ميديا تريجويد بليت. ومين ده؟ تريجويد هاميلس. لحد ما لو هيطلع في مين؟ في مايلو هايد لاين. ما بينهم وبين بعض مين؟ ليجامنت. اسمه ايه ليجامنت؟ اسمه صعب جدا. ما بين التريجويد هاميلس لمين؟ للمانديبول. يبقى اسمه ايه؟ تيرجو مانديبولر ليجامنت. ايه يا جماعه؟ ليجامنت ما بين المانديبول والتريجويد هاميلس. يبقى اسمه ايه؟ تيرجو مانديبولر ايه؟ ليجامنت. انا كده بعد انا عمال انا بسالش على الكونسبتس انا مش عارف اعمل كويس دلوقتي. بكلمكم عن حاجات في الايه؟ في النص عاده اهي. مانديبول وهاميلس وليجامنت ما بينهم. انزلوا تحت شويه كده.
نزلت تحت شويه هتلاقوا مين؟ دي الهايد بون، عظمه فوق اهي اسمها هايد بون. الهايد بون دي لها لسه مين؟ لسه هور، ولها بادي جريتر هور. وفي شوكه في الاسكال كمان. الشوكه اللي في الاسكال اسمها ستايلويد بروسيس، هنوصلهم ببعض بالبعض. اسمه صعب جدا. اسمه ستايلو هايويد ليجمنت. عملت تعمل عض وتشككوا ببعض وتلعبوا ايه؟ تقولوا اه بنلعب شويه مع بعض. ايه اللعبه اللي قلتها فوق؟ مين يا ولاد اللعبه اللي فوق؟ لوجاريد ميديا تبريد بليت والهاملز بتاعه، ونزلت شريطه منه لمين؟ للمايل بوستيريور بتاعت مايل هايد لاين، كان اسمه تيريكو مانديبولار ايه؟ ليجمنت. ونزلت شويه لقيت شوكه بتاعت الهايد بون، لسه الهارد في هايد بون، ومين؟ ستايلويد بروسس، وصلتهم بليجمنت اسمه ايه؟ ستايلو هايد ليجمنت. سيبوهم شويه. مين دي؟ ثايرويد كارتج. هنزل شويه تحت لقيت ثايرويد كارتج، وتحتها مين؟ كريكويد. في ثايرويد كارتج فيها لاين اسمه ايه؟ اوبليك لاين. ما بين دول وبعض الاوبليك لاين بتاع الثايرويد والكريكويد ده حاجه ثانيه. تعرفوا ان انا عملت لكم اللي انا عملتهم الثلاثات دول ايه؟ ده الاورجن بتاع السفير كونستريكتور، ثم الميدل كونستريكتور، ثم الانفير كونستريكتور. الاورجن مجمع او مجمع؟ يبقى لما احب اسال حد سؤال صعب جدا اقول له قول لي الاورجن بتاع السفير كونستريكتور، هيقول لي ايه؟ عظمه وعظمه وليجامنت ما بينهم. طب الميدل كونستريكتور؟ عظمه وعظمه وليجامنت ما بينهم. طيب الانفير كونستريكتور اثنين كابلز، صح؟ صعبه؟ العضلات بتاعت الكامبه دي والكامبه دي يجوا لي في النص ويتقابلوا مع بعض في لاين صعب جدا، اسمه ايه بقى؟ ميديان رافي. رافي يعني فايبر ستيشن في النص، بدل من فوق لتحت الاثنين يحصل انترجيتيشن ما بينهم وبين بعض فيه، فده الانسيرشن. اسمه فارنجيال ايه؟ فارنجيال راف، اللي هو ده الايه؟ الانسيرشن بتاعه. ده انا عرفت الاوريجن بتاع الثلاثه والانسيرشن بتاع الثلاثه والنفس بتاع الثلاثه، صح ولا لا؟ فاضل اعرف الاكشن. الاكشن سهل جدا. انا محتاج اصنع عمليه الديبليتيشن. لما يحصل في السوبر كونستريكت تحصل لك من اسمها كونتراكشن، تزق البولس لفوق، وبعدها تيجي مين؟ الميدل كونستريكتر. الكونستريكشن بتعمل ايه؟ كونتراكشن، تزق البولس لفوق. يعني يعملوا بروبالس موفمنت للايه؟ للبولس لفوق، ينزلوها لتحت. وعايزهم كمان بالذات السوبر كونستريكتر لما تعمل كونتراكشن تقفل لي حاجه اسمها نيزوفارينجال اسمس، عشان تمنع ان الفوت يرجع على النوز اثناء الديبليتيشن. نقول نشوف الكلام ده كده. الاوريجن، انا مش هقول الاوريجن بتاع السوبر كونستريكتور، سيبكم اقول فين؟ البوستيريو بورتر اوف ميديا تريفيت بليت، صح؟ طب واللي نازل منه اسمه ايه؟ تريفيت هاملس. طب ايه كمان؟ في ليجمنت ولا مفيش؟ تريكو مانديبلا ليجمنت. ماسك فين تحت في الماندبل؟ والبوستيريو بورتر اوف هاي لاين. حلو؟ تعالوا نشوف بقى الانسيرشن. ميديا فارنجيال راف، والميديال فارنجيال راف يا جماعه ماسك في السكال فوق في حته بروتيدنج كده اسمها فارنجيال تيوبيركل. يبقى بدا من فارنجيال تيوبيركل والراف. طيب نيرف سبلاي فارنجيال ايه؟ بلكسس. من الكونستريكتور حد يالف لي عظمتين وليجمنت. العظمتين مين؟ مين؟ ستايلويد بروسس. طيب مين كمان؟ والليسر بتاع دوت هورد اوف مين؟ فايد بون. والليجمنت اللي ما بينهم؟ ستايلو هايويد ليجمنت. جميل جدا. طيب بتاع السيشن بتاعهم فين؟ ميديا فارنجيال راف، نيرف سبلاي، مش عارفه. مين؟ فارنجيال فليكس. الفير كونستريكتور حد يالف؟ اثنين كابلت. مين؟ اوبليك لاين بتاع ثيرويد كابلت والكريكويد. طيب روحوا انسيرتد فين؟ ميديا فايبرس لاف، وبعد كده فارنجيال فليكس. خلاص قلنا الاكشن بتاعهم. ماشي يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف مين؟ الثلاثه مين؟ نان كونستريكتورز. كلهم هنبدا بالحروف ايه؟ اس بي اس. يلا نادى عبد الديب. انا قلت لكم بقى الحته بتاعت اللي ماشيين مع بعض دي مهمه جدا جدا جدا. الجابز اوف فالكس. ايه الجابز اوف فالكس دول يا جماعه؟ لو بصيت على الصوره دي كده، دي مين؟ سوبر كونستريكتور ولا لا؟ فوقيها جاب اهي حته فاضيه، يبقى فيها جاب. انتوا مش عارفين تضحكوا عليه تكلموا فيه يا بنتي. جاب مشيتوا على فكره، مش هقول لكم يا جماعه مش المحمر ولا جنبها، لا مش المحمر. في جاب فوق السوبر كونستريكتور، دي معدي فيها حاجات لازم نبقى عارفينها. وفي جاب ما بين السوبر كونستريكتور والميدل بيعدي فيها حاجات لازم تبقوا عارفينها. وما بين الميدل والانفير كونستريكتور في جاب لازم تبقوا عارفين معدي فيها ايه.
وتحت الانفيركول ستريكتور في جاب لازم تبقى عارفين الميعاد بتاعي ايه. اربعه جابس مهمين جدا 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 في الفالس. الجاب اللي فوق معدي فيها تيوب وارتري، خلي بالك تيوب ومصل وارتري، ثلاث حاجات. بص كده الجاب اللي فوق معدي فيها ايه يا جماعه؟ تيوب ومصل وارتري. التيوب والمصل اللي طالعه منها، التيوب اللي هي الاوديتري تيوب والمصل اللي طالعه منها اللي هترفع البلت اسمها الليفيتور بالاتاي. يبقى المصل اللي هترفع البلت التيوب اللي هي الليفيتور بالاتاي، ومين ومين؟ والاوديتري تيوب. والارتري اللي مغذي البلت وهو يعني عايز يروح لاعلى حته في البلت، اعلى حته في البلت، يبقى لازم هيبقى اسندنج بالاتاي. يبقى ثلاثة دول مهم جدا يا جماعه. لما اسالك كده ايه الاستراكشرز اللي على الابر بوردر بتاع سبيركل ستريكتور، هتقولي لي مين؟ تيوب وارتري ومصل. التيوب والمصل اللي طالعه منها اللي هي مين؟ اوديتري تيوب والليفيتور بالاتاي، والارتري اسندنج بالاتاي. طيب الجاب اللي ما بين السبيرور والميدل كونستريكتور، فاكرين العضله اللي كنت عامله اقول لكم بقى ايه ماشيين مع بعض في كل حته؟ اهمكم هنا هو الاستايلو فارينجس والنرف بتاعها جروسو فارينجال نرف. يبقى مهم جدا الجاب اللي ما بين السوبيرور والميدل معدي فيها مين؟ المصل والعضله بتاعتها. المصل مين؟ سايلو فارينجس، والنرف بتاعها جروسو فارينجال. فاضل لي مين؟ الاثنين اللي لهم علاقه بالفيركول ستريكتور، صح؟ يعني اللي فوق الفيركول ستريكتور واللي تحتها. اللي فوق الفيركول ستريكتور يعني هتبقى بينها وبين مين يا جماعه؟ ما بينها وبين الميدل. فاكرين حاجه اسمها ثايرو هايب ميمبرين؟ ثايرو هايب ميمبرين؟ هذا كان الكلام ده زمان الله يرحمه. ما علينا. حاجات كلهم لهم علاقه باللانكس. حاجات سواء نرفز او فيسز عايزين يغذوا اللانكس. صح؟ طيب اللي فوق هيبقى اسمهم صعب جدا. سوبيريور لارينجيال فيسز. صح؟ واللي ماشي معاهم نرف عايز يغذي الميكوزا بتاعته يعني يدخل جواه، يبقى اسمه انترنال لارينجيال نرف. يبقى اللي فوق سوبيريور لارينجيال ارتري وانترنال لارينجيال نرف. طب تعالى نعكسه لتحت كده. اذا كان اللي فوق سوبيريور لارينجيال ارتري يبقى ايه؟ يبقى لتحت ايه؟ انفيريور لارينجيال ارتري. طب واذا كانت اللي فوق انترنال لارينجيال نرف يبقى لتحت مين؟ ريكارنت لارينجيال نرف. الجابز دي تحفظ تحفظ. طب اشوفكم فاكرينها ولا لا؟ فوق السوبر كونستريكتور قولوا لي ثلاث حاجات. مين؟ تيوب اللي هي اوديتري تيوب، ومين؟ اللي بيتر بلاتاي، ومين؟ اسيندنج فارنجال ارتري. طب ما بين الميدل والانفيريور كونستريكتور، ما بين الميدل والانفيريور كونستريكتور، خلي بالك انا نطيت جاب بس الاصل، ما بين الميدل والانفيريور ارتري ونار سوبر لارنجال ارتري وانترنال لارنجال نار. طب تحت الانفيريور كونستريكتور الفيرم لارنجال ارتري واكسترنال والكارنت لارنجال نيرف. اللي ما بين السوبيريور والميدل المصل والنيرف سايلو فارينجس ومين؟ جلوسو فارينجال نيرف. دول الجابز يا جماعه اللي كنت عايزهم دلوقتي عليهم. فاضل لي بقى ثلاث عضلات اللي هم اس في اس سايلو فارينجس طلعت فارينجس ومين؟ مين يا جماعه؟ ها سالفينجو فارينجس. لما اقول لكم كلمه فارنجس بتقولوا لي بوستيريور بوردر اوف ثايرويد. في اي حاجه تنتهي بفارنجس تقولوا لي مين؟ بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتج. خلاص؟ يبقى لما اقول لكم ستايلو فارنجس من اسمها منين؟ من ثايرويد بروسس. وتنتهي فين؟ بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتج. نرف سبلاي خلاص انا عارفه شكرا تقولوا لي كل شويه. لا استنى دي مين؟ ده ستايلو فارنجس. افتكر الجماعه اللي ماشيين مع بعض ستايلو فارنجس دي بتاعها مين؟ جلوس فارنجال نيرف. محدش يجمعها خالص. تيجوا للاكشن بتاعها. الستايل بروسس ده فوق ولا تحت؟ بالنسبه للبلد فوق. يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل اليفيشن اوف، مش هي ماسك في اللانكس في الثيرويد كارتج، يبقى يعمل اليفيشن لللانكس والايه؟ والفانكس اللي انا عايزه اثناء الديبليتيشن. دي اول اس. فاضل لي مين؟ اس كمان اهي اللي هي اسمها ايه؟ سالفينجو فارنجس. اسمها سالفينجو يبقى من مين؟ من الارجن. من التيوب اهو اورجن فروم ده تيوب. جمعتوا ثلاثة اللي طالعين التيوب. طب الاسيشن بتاعها فيها فارنجس يبقى فين؟ بوستيريور بوردر بتاع ثيرويد كارتلج. نيرف سبلاي ده زي بقيتهم اللي هي مين؟ فارنجال فيسس او فارنجال بلانش اوف فيجاس. اكشن برضه دي هتساعد في مين؟ برضه كلهم هيساعدوا في الليفيشن لانهم كلهم فوق الفارنس. الليفيشن اوف ذا فارنس. بلاتو فارنجس. كلمة بلاتو انا مش محدش يبص على السبورة. بلاتو
مين؟ بلاتانيا بنيروزيس فارنجيس. بس هو بدأ تأثيرات كانت جيرب سبلاي فارنجيس بريكسس أكشن يا إما ترفع مين؟ اسمها فالاتو فارنجيس، يا ترفع الفالنس يا تنزل مين؟ الفالت. كده الايه؟ المسلس. بنقول بقى الفالكس ده عشان هو موجود ورا ثلاثة تيوبز بنقسمه ثلاثة ديفيجنز. جزء ورا الموس يبقى اسمه نيزو فالكس. وعرفت حدوده من دلوقتي، مين يقول له حدوده سريعة مين؟ بيزو سكان لحد عبر سيرفيس اوف سوفت فالك. اورو لور بوردر سوفت فالك لغاية عبر بوردر اوف الفيبروتس. من عبر بوردر اوف الفيبروتس لحد السي 6 يبقى مين؟ دول الحدود بتاعة الاورو والنيزو واللارجو فالكس. انا مش هقولها تاني خلاص. تمام ده النيزو. مهم جدا بقى تعرفوا الحاجات اللي في الفالكس. ست حاجات ودي ثالث ستة هاخدها النهارده. ست حاجات موجودة في النيزو فالكس. هقولهم لكم بصورة سهلة أوي. هلاقي 121 أدي أو 125 أدي الخمسة وأدي الاثنين والواحد في الحتة دي. إيه 125 دي؟ الخمسة أوبننج. اسمها فارينجيال أوبننج أوف أوستيكيال تيوب. ولما بكتب الاثنين الهورزونتال لمب بتاع الاثنين اسمه تيوبال اليفيشن. تبقوا عارفين ان هو معمول بالكارتيلاجينس بارت اوف ذا تيوب. والواحد ده فولد من التيوب للايه؟ وهو العامل المعمول بالعضله اللي هي من التيوب للفالنكس اسمها مين؟ سالبينجيو فارينجيال فولد. يبقى تاني يا جماعه مين ده؟ الخمسه دي مين؟ عايز ست حاجات تطلعوهم. مين ده؟ فارنجيال اوبننج في السكند تيوب. طب ده مين؟ تيوب الاليفيشن. طب ده مين؟ سالفينجيو فارنجيال فولد معمول بسالفينجيو فارنجيال ماسل وعليها ميوكس ممبرين. طب امال الخط اللي ورا ده مين؟ ريسيس اسمه فارنجيال ريسيس. مهم جدا 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 تعرفوا ايه اللي تحتيه. اللي تحتيه ارتري اسمه انترنال كاروتيد ارتري. يبقى فارنجيال ريسيس ريليتد له مين؟ انترنال كاروتيد ارتري. انا قلت كام حاجه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. فاضل لي حاجه من البلد من الـ من الـ من التيوبال اليفيشن للبلد اسمه بلاتو. ده اذا كان سالفينجيو فالنج يبقى اسمه ايه؟ سالفينجيو بلاتاين فول. يبقى ده اسمه ايه؟ سالفينجيو بلاتاين فول. وفي الروف في كولكشن اوف ليمف نودز اسمها فارنجيال تونسل او لما بتبقى اللارج بيسموها ادينوي. ست حاجات في النيزوفالكس. خلي بالك النيزوفالكس عايز فيه ست حاجات والاورو عايز فيه ثلاثه واللي رينج عايز فيه واحد. ماشي يا جماعه لحد دلوقتي السته دول سهلين. سريع مين يقول لي مين ده؟ قول بسرعه. فرنجا لو بدك اوف فاستكتب في التاب ده مين؟ تيوبال اليفيشن. في فولد كده وفولد كده. الفولد ده اسمه ايه؟ سالفينجو فرنجا. وده اسمه سالفينجو بلاتاين. وده اسمه فرنجا ريسيس. ما تنسوش مين؟ انترنال كروتيد ارتري. وده مين؟ مين؟ فرنجا اوبننج اوف فرنجا تونسل اللي هي مين؟ ادينويد. ماشي يا جماعه. ده النيزو الاورو كلنا عارفين الاكسشن بتاعته شغاله تاني. عايز فيه كام حاجه؟ ثلاثه. ايه هم الثلاثه الطرق؟ عايز فولد ما بين البالات والطن اسمه صعب جدا بلاتو جلوسر فولد معمول بمين؟ بالبلاتو جلوسر. وواحد ما بينه وما بين الفالكس يبقى اسمه بلاتو فارنجيال فولد. ما بينهم بلاتين توس. دول الثلاث حاجات اللي في الاورو فالكس. بلاتو فارنجيال قدام، بلاتو جلوسر ورا، ومين؟ بلاتين توصل ما بينهم. وده هيقودنا لمين؟ للبلاتين توصل والريليشن بتاعتها. ياما نقول البلاتين توصل كده والريليشن بتاعتها. البلاتين توصل دي مهمه جدا. من الصوره اللي فوق دي عايزه تقول لكم ان البلاتين توصل دي اتيرو ريليشن لها ايه؟ ما تقولوا يا اولاد على طول من الصوره اللي فوق دي. بلاتا جلوسر فوق، طب وسيرو ريليشن. بلاتا فارنجيال فوق اهو. طيب حد يعرف بقى يقول لي شايفين برضه من الصوره اللي فوق دي؟ مين اللي فوقها ده؟ مش ده الفلك؟ مش ده صفت فلك؟ صح؟ ده مين اللي تحتها ده؟ مش ده الطن؟ يبقى سوبيرو في مين؟ صفت فلك. تحتها مين؟ بصيرو بارت اوف ذا طن. طيب فاضل لي اعرف ميديال ولاترال. ده اللي هتوريني ميديال ولاترال. بص يا جماعه ده الميديال، دي الجامد بتاعت مين؟ بتاعت الفالكس، الاورو فالكس. يبقى ده ميديال. لاترال بقى هو اللاترال مول. اللاترال مول ذا فالكس قصادها بالظبط العضله الكونستريكتور. مهمه جدا تبقوا عارفين اول واحده من الكونستريكتورز. يبقى قصادها مين اللاترال مول بتاعها؟ سكوير الكونستريكتور. وفي ارتري وفين. الارتري اسمه صعب جدا اسمه باراتوسيلر اسمه للاسف الفين اسمه باراتوسيلر فين. والارتري ده برانش من الفيشال ارتري اسمه توسيلر ارتري. يبقى اللاترال وول بتاعها عباره عن ماسل اسمها سكوير الكونستريكتور
وقطر وفين؟ الفين اسمه ايه؟ بارا تونسيلر فين؟ والقطر اسمه تونسيلر ارت. يبقى الريليشن بتاعتنا فوق بين سوفت بارا تحت بين بوستيريور فلاتس ده طن. طيب ميديال كافيتي بتاع بارا فلاتس لاترال سوبر كونستريكتور معاها البين والقطر اللي هو مين؟ اللي هم ساعات تسالك يقول لك التونسيلر فين معمول بايه؟ تقول لي العضله والقطر والفين. سوبر كونستريكتور والبارا تونسيلر فين ومين؟ ومين؟ والتفصيل الارت بتاع الفيشن فلاش الفيشن الارتيريال سبلاي هم نفس الاسماء الارتز اللي احنا قلناها. هو الكبسول على الميديا سايد ولا اللاترال سايد؟ الكبسول على الميديا سايد. ده الكليفس فين؟ فين على اللاترال سايد فين؟ ده ولا ده؟ ده 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 دول الكريبس بتاعك. لا دي مش مظبوطه يا جماعه مش مظبوطه كده يا جماعه. خلصنا الايه الارتز نفس الاسماء اللي قلناها مش هتبقى يطلع حاجه كتير هتلاقوا كلهم اسيندنج فارينجل. بصوا كده حتى من الصوره اهي الارتز بتاعتها نفس الاسماء اللي احنا قلناها بتوصل للارتر اسيندنج بلاتين اي حاجه فيها بلاتين هتروح للرسيل. بصوا يا جماعه الرينج فارينج شفتوكم عايز فيه كام حاجه؟ حاجه واحده اسمها بايري فورم فوست. تعرفوا كل ما عارفها ايه؟ مين الميديال بول؟ ومين اللاترال بول؟ ومين السنسور ريب سبلاي بتاعها؟ اخلص بالسهل السنسور ريب سبلاي بتاعها اسمه انترنال لارنجال نيرف. بصوا كده يا جماعه ده كده بص على الفالكس من فوق. او اللي هنشوفه كده شايف مين؟ شايف دول الارتينويد كارتريج ومنهم ده الايبيجلوتس. يبقى ده اسمه ايه؟ اري ايبيجلوتيك فولد. ده وده اسمه اري ايبيجلوتيك فولد. كده الحتتين دول هيبقوا الثايرويد كارتج او ثايرويد لامينا. شايفين الحته دي الفراغ ده اسمه باير فورم فوس. ما بين مين ومين؟ ما بين الاري بيوتيك فولد ميديال واللامينا او الثايرويد كارتج لاترال. يبقى الحفرتين دول اسمهم ايه؟ باير فورم فوس. تبقى عارفين الميديال وول بتاعهم اري بيوتيك فولد واللاترال وول بتاعهم الثايرويد لامينا. ماشي يا جماعه؟ وتعرفوا السنسور نيرف سبلاي بتاعها اسمه ايه؟ انترنال لارينجال نيرف. البلاد سبلاي بتاعنا لو تفتكروا معايا كده ده الاكسترنال كاروتيد ارتري كان بيتقسم لتو برانشز واحد اسمه ماكسيلاري واحد اسمه سوبرفيشال تمبرين. الماكسيلاري ده هيديني برانش اسمه ديسندنج بالاتاين هيساعد في تغذيه الفالكس. واحد اسمه اسندنج فارينجال ارتري هيساعد في تغذيه الفالكس. واحد تاني لو تفتكروا معايا مين ده؟ الفيشل ده كان بيديني برانشز كتير جدا منهم واحد اسمه تونسيلر غزة التونسل كان في البيت بتاعها. واحد اسمه السندنج بلاتين ارتري وكمان في برانشز من اللينجوا يعني كتير جدا ماكسيلاري لينجوا السندنج فارينجال. كل الاسماء دي بتساعد في تغذيه مين؟ في تغذيه الفالكس. نتكلم على مين؟ على اللي انتم طالبينه كمان الاخير اللي هو مين؟ الفالكس. اللي مش فالكس كان اسمه ايه؟ طبعا الطنك ده يا جماعه مش هياخد مني 5 دقايق عشان الناس اللي هي وراها سفر مش هياخد 5 دقايق يا جماعه. الطنك ده زي ما قسمنا البلد بتاعنا الى 2 سيرف. فالطنك هو كمان الراجل ده طبعا مش محترم خالص عامل لكم الطنك ده عايز اقول لكم ان هو متقسم الى 2 بارتس انتيرو تو سيرف اللي هو الدم ده واللي ورا ده اسمه بصير 1 ثيرد. الانتيرو تو سيرف ده والبصير 1 ثيرد مسؤولين عن بعض بمين؟ شايفين حرف البي ده يا جماعه؟ دي اسمها في شيب سالكس ترمينال. دي اسمها ايه؟ في شيب سالكس ترمينال. يبقى ده مين؟ عنترو تو ثيرد اسمه اورال بارت والبصير وان ثيرد اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه فارينجال بارت. يبقى الطنج بيتقسم لكام جزء؟ كام جزء يا جماعه؟ قولوا يا جماعه لحد ما ربنا يسهل الحال. ها؟ كام حاجه؟ عنترو تو ثيرد اسمه اورال بارت. حلو كده اتكلم بزود ايه؟ وبصير من الثيرد اللي هو اسمه ايه؟ فارينجال بارت. التانك ده له تيب الحته دي اسمها التيب واللي ورا اسمه الروت والسيرفس ده اسمه دورسال سيرفس واللي تحت هيبقى اسمه ايه؟ فنترال سيرفس. يبقى تعرفوا لي اجزاء اللي احنا قلناها دلوقتي حالا. التانك ده الدورسال بتاعه بيتقسم الى اورال بارت وفارينجال بارت زي ما اتفقنا. الاورال بارت ده بيبقى رف واللي ورا اسمه ايه؟ اللي هو الفارينجال بارت ده بيبقى ايه؟ سموث. ايه اللي خلى الاورال بارت ده رف؟ ان عليه حاجه اسمها بابيلي اللي موجودين قدام اسمهم ايه يا جماعه؟ حطوهم في الاسترج دول. اللي موجودين في الطحن قدام اسمهم ايه؟
فين الفورم وان فانش الفورم ما بين. عرفتوا بقى البي شيب اسمها ايه يا جماعه؟ البي شيب الفصام اسمها ايه؟ ساركس ترمينالس. وعند الايمكس اوف ذا بي شيب في فورامن اسمها ايه؟ فورامن سيكم. يبقى تبقوا عارفين ان هو اتقسم الى جزئيتين ارتيرتو سير وسيمو سير. والارتيرتو سير اسمه اورنتال وبيبقى رف عشان وجود البابيلي. والبسيلوم فيرد بيبقى فيه تونسل اسمها لينجوال تونسل اللي فصلهم مع بعض اللي هي في شيب ساركس المنالس. وعند الايمكس بتاعتها في فورامن اسمها ايه؟ فورامن سيكم. ده كله تمهيد كده للطن. دي برضو ادي الفورامن من دول مين دي الايمكس دي يبقى فاهم مين يا جماعه بسرعه؟ دي مين؟ فورامن سيكم. ودي كلها على بعضها اسمها ايه؟ في شيب ساركس المنالس. عمال اللي ورا ده اسمه ايه؟ لينجوال تونسل. واللي قدام دولت اورال بارت اللي هو فيه مين؟ البابيلي. اللي هو السيرفس بتاع الطنج بقى لو انت رفعت لسانك لفوق كده هلاقي فيه حاجه ربطان تحت اسمها ايه؟ فرينلم لينجلي. حاجه ربطها في الكرون الدماس اسمها ايه؟ الميكس ميمبرين ده اسمه فرينلم لينجلي. وده اللي ماشي فيه حواليه الارتريز اللي هم بروفاندا فيرس او ديب لينجوال ارتريز وبروفاندا لينجلي فين. المهم يعني لو بصيتوا كده رفعتوه لفوق هتلاقوا فولد. الفولد ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مدور يا جماعه الفولد ده اسمه ايه؟ فرينا بينكي. والارض اللي موجود حتى على الجنبين بتاعه ارض فين؟ لازم تبقوا عارفين يا جماعه الترتيب بتاعهم. ان انا عندي الارض البين والارض ثم الراب. هوريهم لكم في الصوره. بصوا كده يا جماعه دول الحاجات ده فرينا بينكي. هلاقي لون ازرق ثم اصفر ثم احمر. البين ثم النار ثم الارض. فروم لاترال تو ميديال. لينجولا الديب او بروفاندا لينجولي فين ثم لينجوال نير ثم بروفاندا لينجولي ارتي. المصص بتاعتك دي قطعة بقى المهم بقى. زي ما قسمت لكم المصص بتاعت الفارس هقسم لكم المصص بتاعتك الى حاجتين انترنسك مصص واكسترنسك مصص. دول اربعه ودول اربعه. يبقى انترنسك مصص بتاعتك كام؟ اربعه. دول وظيفتهم في الاخر ان هم يغيروا الشيب بتاعتك. الاكسترنسك الاربعه دول وظيفتهم في الاخر بيغيروا البوزيشن اوف ذا تانك ينقلوه من مكان للتاني. الانترنسك دول الاورجنزيشن بتاعهم في التانك. التانيين الاورجن بتاعهم من بعيد في عرض بعيد ورايحين للتانك. عارفين الفيو اللي انا قلته ده سريعا ايه؟ الانترنسك دول في من فوق اسمه سوبيريور كونسلكتور سوبيريور لونجتيودنال ومن تحت انفيريور لونجتيودنال وبالعرض ترانزفيرس. وفي ايه كمان؟ انا كنت قلت كل الاتجاهات سوبيريور والفيرلو لونجتيودنال وبعد كده ترانسفيرس. وفي وباقي تاني وفيرتيكال. يبقى عندي اربعه انترنسك ماسلز سوبيريور لونجتيودنال وانفيريور لونجتيودنال وترانسفيرس وفيرتيكال. تمام. امال الاكسترنسك بقى دول ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن عضلات جايه من عظم حوالين التانك ورايحين للتانك. في واحده تيجي من بلد يبقى اسمها ايه؟ بلد البروسس. وواحده من ستايل بروسس يبقى اسمها ايه؟ ستايل بروسس. وواحده من مين؟ مين كمان؟ تخيل مين؟ من مانجو اللي بسمها ايه؟ جينيو بروسس. ايه كمان؟ واحده من هايبو اللي بسمها ايه؟ هايبو بروسس. يبقى الاربعه عضلات التانيين يا تبقى جايه من البلد يبقى اسمها بلاتو بروسس، يا تبقى جايه من ستايل بروسس يبقى اسمها ستايل بروسس، يا تبقى جايه من المانجو اللي بسمها جينيو بروسس، يا من هايبو اللي بسمها هايبو بروسس. كم واحده؟ عايزين نقول بقى نفس الطريقه بتاعنا انسامه زي ما قلنا كل مره. خلي بالكم النهارده قلنا ثلاثه كوليكشنز في الفارنكس والبلد وهنقول دلوقتي في التانك. ان كل المسلز اوف ذا تانك ار سبلايد باي مين؟ مين يا جماعه؟ هايبو بروسس اللي هي بيكسل بتاعت البلد اللي هي بلد بروسس بتغذى منين؟ كريتال اكسسوار. يبقى المهم اول مسلز اوف ذا تانك ار سبلايد باي هايبو بروسس اللي هي بيكسل بلد بروسس باي كلينيال اكسس. يبقى عرفنا كده ايه اسماء المسلز بتاعت التانج الانترنسك عددهم كام؟ اربعه. وعرفت لكم احط الصوره تحت ان هي بتغير الشين الشيب بتاعه والاورجن سيشن بتاعهم في التانج. وعرفت اسمائهم سوبيريور لونجتيودنال وانفيريور لونجتيودنال وفيرتيكال وترانسفيرس. اما الانترنال اكسس مسلز بتاعت التانج دول طالعين من بعيد وانسبت في التانج وغيروا البوزيشن بتاعه اسمائهم يا اما من المادم اللي بيجينو بلوسس يا تحتيه الهايبو دي بايو بروسس يا
يعمل ستايل بروسس يبقى ستايل بروسس، يعمل بلد يبقى اسمهم ايه؟ بلد بروسس. نقول بقى ايه ال ببساطه شديده اديتك معنى الايه؟ كلنا عارفين ان انت سبلاي كلهم هتقولوا هيبقوا بروسس ما عدا مين؟ الاتروكريني اكسسوار تروح لتوقع كلمه بلد يبقى اسمها بلد بروسس. لما اقول بلد يبقى هتبقى الرش بتاعها منين؟ بلدانيا بنيروزيس. طيب شوفوا التانيين لما اقول لكم جيني بلس تبقى طالعه منين؟ من جينيا تيوبرك. انا عندي في الانجل ده مانت في اثنين جينيا تيوبرك سوبيريو وانفيريو. يبقى اللي تروح للتارجت يبقى فين؟ سوبيريو جينيا تيوبرك. يبقى سوبيريو جينيا تيوبرك. الهايو بلسس منين؟ من اسمها من الهايو بول. بالتحديد منين؟ من البادي من الجريتر هول. الستايلو بلسس من اسمها منين؟ من الستايلو بلسس من الفرق بتاعها. طيب الزشن بتاعهم فين؟ الجيني بلسس في التارجت في النص. الجيني بلسس دي في النص يبقى طرف النص في النص بتاعك بالظبط. لاترال لها شويه هتلاقوا مين؟ هتلاقوا مين؟ الهايو بلسس. موس مور لاترال هتلاقوا مين؟ الستايلو بلسس. يعني لو رتبتوه الجيني في النص بعدها البلاتو وبعدها مين؟ وبعدها الهايو وبعدها مين؟ البلاتو بلسس. تاني يا جماعه اللي في النص طن الجيني، اللي بعدها الهايو، واللي بعدها مين؟ ستايبروس. من غير ما تعب نفسك الجيني بلسس لما تبقى كده تطلع التانج قدام ولا لا؟ يبقى بين اللي تعمل ريتروجن للتانج، يبقى الجيني بلسس تعمل ريتروجن للتانج وفي نفس اللحظه تعمل له ديبريشن. يبقى ريتروجن ومين؟ وديبريشن. طيب الهايو بلسس الهايو بون تحت ولا فوق؟ تحت ولا فوق الهايو بون؟ تحت التانج. يبقى ده تعمل له ايه؟ ديبريشن للتانج. طب خدوا لي بقى مين؟ استايلو بروسس بالنسبه للتانك ورا ولا قدامه؟ ورا التانك. يبقى لما تشد التانك هتعمل له ايه؟ ترفعه وترجعه لورا. يبقى تعمل كروز التانك ابورد اند باكورد. ده اللي محتاجه اسمها البلد. طب شوفوا لي بلاتو بروسس. البلاتو بروسس دي فوق التانك ولا البلد فوق التانك ولا تحت؟ فوق صح؟ يا اما ارفع البلد التانك يا اما انزل مين؟ السوفت بلد لتحت. ده كده باختصار شديد اللي هم الاربعه واحد سنسي بس من التانك. ما تنسوهمش وما تحفظوش غير الحاجات الكيز اللي احنا قلنا عليها. التانك ده مهم جدا 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 في السبلاي بتاعه، لو سمه مفتوح يبقى تقول لي سنسري وموتور. موتور ده انا عارفها سهله قوي. السنسري بقى اللي هتقسمه لي لايه؟ لاجزاء. الانتيرو تو سيرف ده جنرال وتيست. جنرال سنسيشن بتاع الانتيرو تو سيرف، حد يعرفه؟ ده عامل بقى مين؟ لينجوال. جنرال سنسيشن بيبقى من لينجوال الانتيرو تو سيرف. طيب تيست سنسيشن بمين؟ جوردا تمبانايد باش اوف فيشل. طيب تعالوا بقى شوفوا بقى البوستيرور وان ثيرد. الاثنين مع بعض البوستيرور وان ثيرد مين؟ جروس فالنجل. يبقى البوستيرور وان ثيرد الاثنين جنرال وتيست مين؟ جروس فالنجل. طب الاكتيفيتي تو ثيرد جنرال بي لينجوال تيست بي جوردا تمبانايد باش اوف فيشل. فاضل لي حته اخيره خاصه بالبوست بوستيرور بارت مين؟ بمين؟ بالانترنال انت براش اوف فيس. نفس الراجل بتاع زي ما قلناه والقفل بتاعنا لينجو الاقلي وتوصل ده واسند الفرنجر. نشوفكم مره ثانيه. شكرا.